مرحبا، يعطيكم العافية، سلام للجميع. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، إنه في أكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ. إحنا حكينا في أحد الفيديوهات قديش دولتك مستعدة للكورونا فيروس، وطبعا يعني في ناس كتيرة أو منظمة الصحة العالمية دائما كانت تحكي إنه المشكلة إذا وصل هذا الفيروس للدول اللي عندها نظام صحي ضعيف أو ما في بنية صحية تحتية. وطبعا كل كان متوقع الحكي بيحكي عن دول في الشرق الأوسط أو دول أفريقيا أو الدول حتى الفقيرة اللي في أوروبا، لكن للأسف 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 إحنا مثلا عندنا في كندا فينا مشكلة كبيرة قبل 4 أيام أو 5 أيام صارت، وبتصير كثير يعني خلال الأسبوعين الماضيين صارت 22 مرة. بسموها level zero. شو معناها calling the level zero؟ يعني إنك ما في سيارات إسعاف في المدينة. شو اللي بيصير؟ خلينا فاهمكم شو الموضوع. الموضوع انه سيارات الاسعاف بيجيها اتصال، بتروح على الشخص المريض، بتاخده بتوديه على المستشفى. لازم سيارة الاسعاف او المسعفين يسلموا هذا المريض للطاقم الطبي اللي في المستشفى، اللي هو الاطباء او الممرضين، بيعطوهم التشخيص الطبي واهل المجر. ما في اطباء وممرضين كفاية في المستشفى يستقبلوا هاي الحالات، فشو بيصير؟ سيارات الاسعاف بتضلها واقفة مع المرضى اللي فيها، واقفين بيستنوا. وبالتالي اي اتصال بعد هذا الليفل زيرو، لما ما بضل سيارات الاسعاف، ما بيقدروا يروحوا ياخذوهم. تهيأ لوين الفشل في السيستم. يعني حتى هم بيحكوا the system is broken، في مشكلة كبيرة في السيستم، انك تقدر في مدينة 22 مرة خلال أسبوعين يصير عندك level zero، يعني ما عندك سيارات إسعاف لصار حادث، واحد مريض في القلب أو عنده مشكلة. فبنحكي هنا كيف تحضير دولنا للكورونا فيروس. احنا بدون كورونا فيروس، يعني للأسف في كندا مثلا بتروح على في الفلو سيزون، يعني في وقت الشتاء لما يكون في عندنا رشح عادي، بتروح على المستشفى ممكن تجلس 6-7-8 ساعات، 10 ساعات في مناطق في كيبيك وفي النورث ممكن تجلس 12-14-18 ساعة تنتظر بالدكتور يشوفك في غرفة الطوارئ. فالرقم خيالي. طبعا تسألوا انتوا ليش الناس بتروح على الطوارئ، ليش ما بروح على الدكتور يشوف؟ هذا فلو، يعني في ناس ما عندهم دكاترة، ما بيقدروا يروحوا على الفاميلي دكتور، لأنه الفاميلي دكتور هلا مش كل الأماكن بدنا نحكيها صراحة، في ناس عندهم فاميلي دكتور، أنا عندي فاميلي دكتور، في ناس أصدقائنا عندهم كتير فاميلي دكتور، بس في أماكن. يعني أنا كنت عايش في منطقة بعد 5 سنين طلع لي فاميلي دكتور، 5 سنين ويتينج. قبل هيك ما مضطر إني أروح على غرفة الطوارئ. فالموضوع هذا هنا في كندا، فإن شاء الله رب العالمين ما طبعا عندنا إحنا حالات سجلت حوالي 60 حالة، اليوم في حالة وفاة صارت، ومبارح اللي صارت حالة الوفاة في بريتش كولومبيا. يعني الحالات لسه خفيفة، والاستعداد يعني إن شاء الله يكون على قدر المستطاع. طبعا في شغلة تانية حبيت أحكي فيها، وأنا طبعا بعثت رسالة فيها وفي ناس كتير عم تحكي في الموضوع، كيف كندا تلاقت مع الناس اللي رجعوا من أماكن الوباء. طبعا الناس اللي رجعوا من أماكن الوباء انقسموا لقسمين، ناس كانوا عندهم بوزيتيف أو الفحص كان إيجابي، وفي ناس عندهم نيجاتيف الفحص سلبي. الناس اللي عندهم فحص إيجابي يعني تأكد أنه هو مصاب بفيروس الكورونا، قالوا لهم روحوا عملوا كارانتين في البيت، يعني اجلس في بيتك وانت عمل حظر على حالك. وصارت حالة انه الزلم يروح وعدى الثلاث اشخاص اللي موجودين في بيته. يعني انا مش فاهم، هو هذا بوزيتيف كيف انت بتروحوا على البيت؟
واللي نيجاتيف اللي جابوهم من مدينة ووهان ومن الكروز أو القارب اللي كان في اليابان، هدول حطوهم في الحجر الصحي، كلهم كانوا تيست نيجاتيف، حطوهم في الحجر الصحي. يعني في خطأ، في خطأ كبير. اللي نيجاتيف بتروحوا على البيت بتقول له لازم تعمل عليك حجر، وبتتعهد طبعا تعهد شرفي انك ما تطلع وما تختلط مع ناس. اما اللي بوزيتيف هذا مشكلة، لازم تخليه عندك محجور، يعني حجر في مكان انت تكون كنترول عليه. للأسف كان في عكس في النظام، شو السبب ما حد عارف. طيب الآن بدي أورجيكم فيديو طبعا في أحد الممرضات في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، عم تحكي معاناة ممرضة أخرى تواصلت مع مرضى مصابين بالكورونا فيروس بالكوفيد 19 وكانت تطلب التست. المشكلة في الولايات المتحدة الكبرى إنه ما في عندهم تستات كفاية، وطبعا هذا انا اعتبره تقصير من الحكومه. الحكومه الامريكيه بتعرف عن الموضوع لها مش يوم ولا شهر، تقريبا شهرين ونص لثلاث اشهر. يعني الموضوع صار في كل العالم يعرفوا انه رح يوصل للعالم. هل كانوا متوقعين انه ما يوصلهم؟ ما بعرف، لكن في نقص في اعداد الكيت اللي موجوده في الولايات المتحده. الان الانتشار اللي عم بتشوفوه في الولايات المتحده، كما كانوا الناس يشككوا في الأرقام اللي كانت تحكيها الحكومة الصينية، الآن كل الناس بيشككوا في الأرقام اللي بتحكيها الحكومة الأمريكية، وبيحكوا إنه الأرقام فعلياً 10 أضعاف ما هو موجود. طبعاً ما حدا بيقدر يثبت ولا حدا بيقدر ينكر. الوحيد اللي بيقدر يثبت ذلك أو ينكره هو الولايات المتحدة. ما بدنا نشكك في ذمة أحد، لكن المشكلة اللي بيحكوها مش إنه الحكومة بتخفي الأرقام زي ما كانوا يتهموا حكومة الصين، إنه الحكومة الأمريكية مش عم تعمل التست الكافي للناس اللي مشكوك فيهم. فالتست عم بنعمل لعشر الناس اللي مشكوك فيهم. وهذا الفيديو راح يثبت لكم انه في عندهم مشكله في الكتات. شوفوا الممرضه شو بتحكي. I'm going to read a statement from one of our quarantine nurses who works at a Northern California Kaiser facility. She chose to share her experience anonymously, but she is hoping that her story can be elevated to raise public awareness about concerns for the coronavirus response. She said, "As a nurse, I'm very concerned that not enough is being done to stop the spread of the coronavirus. I know because I am currently sick in quarantine after caring for a patient who tested positive. I am awaiting permission from the federal government to allow for my testing, even after my physician and county health professional ordered the test. The national CDC would not initiate the test. They said they would not test me because if I were wearing the recommended protective equipment, then I wouldn't have the coronavirus." What kind of science-based answer is that? What a ridiculous and uneducated response from the department that is in charge of the health of this country. Later, they called back, and now it's an issue with something called the identifier number. They claim they prioritize running samples by illness severity and that there are only so many to give out each day, so I have to wait in line for the results. This is not a ticket dispenser at the deli counter. It's a public health emergency. I'm a registered nurse, and I need to know if I'm positive before going back to care for patients. I'm appalled at the level of bureaucracy that's preventing nurses from getting tested. Delaying this test puts the whole community at risk. I have the backing of my union. Nurses aren't going to stand by and let this testing delay continue. We are going to stand together so we can make sure that we protect our patients by being protected ourselves. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.